طيب ايه بقى ال procurement statement of work؟ خلاص، ودي وفي الامتحان صعب انك هتلاقيه كاتبها لك طويله كده، هيكتب لك اس او دبليو. خلاص، طيب قال لك الاس او دبليو دي البروكيرمنت ستيتمنت اوف ورك، انت بتقول للراجل اللي هيعمل لك الخدمه او هينفذ لك السب كونتراكتور اللي هينفذ لك، بتقول له هو هيعمل ايه بالظبط، بتشرح له الحكايه، بتقول له انت عايز منه ايه. خلاص، زي كده جبت نقاش المنزل وهتقول له بقى انا عايزك تدهن لي دي وتعمل لي دي وتسوي لي دي وهكذا. خلاص، هي دي باختصار شديد الايه الايه الاس او دبليو. تمام. في منها بقى ثلاث انواع، يا اما بتكون ديتيلد السبيسيفيكيشن بتاعتها الراجل خلاص فاهم كل حاجه، يا اما بتكون ليفل اوف ايفورتس. خلاص، تبتدي ايه تقول له اشتغل انت، هنحاسبك يا عم، انت اشتغل لنا بس في الشغلانه دي ثلاث اربع ايام ونحاسبك عليها. خلاص، او بتبقى مبنيه على الايه؟ البرفورمانس. خلاص، واسيب الراجل اللي هيشتغل، والله بقى انت براحتك، خلاص انا عايز اوصل لنتيجه معينه، وصلني ليها انت بقى، مش هوصف لك، مش هقول لك حاجه. خلاص، انا عايز بقى في الاخر مدهون وبس. خلاص، ولا وصفت له بقى مواد، ولا وصفت له حاجه، ولا خلاص إيه؟ ما عندكش داتا. تمام، دي ايه الطريقه الثالثه يعني، ودي اسوأهم. طيب، في حد هنا طيب من الزملاء، عشان هندخل في حته شويه فيها كلام كتير. في حد اشتغل في البروكيورمنت قبل كده؟ يقول لنا واحد يس واثنين نو. حد بعت ريكوست فور بروبوزال، ريكوست، حد طلع بيد قبل كده؟ كل دول يعني اتنين ناس ما اشتغلوش في القصة دي؟ معقول واحد بس اشتغل؟ طيب احنا كده هنمشي فيها بالراحة لازم يعني. والله يا باشمهندس ايهاب، الله ينور يا باشمهندس ايهاب، بس مش معنى كده ان الزملاء التانيين يعني مش الله ينور، بس يعني هو ممكن ايهاب يكون قديم شوية. طيب بص بقى، انت هتروح النهارده خلاص بقى خدت الميك اور باي ديسيجن، وهتبتدي تعمل تشتري بقى. فقال لك انا هبتدي اختار على اي اساس؟ ما هو انت لو ما حطيتش قواعد الاختيار هيجي لك واحد ما عندوش جوده مثلا، هيجي لك واحد مثلا او ما فيش قواعد بص لو حاجه ما فيهاش قواعد للاختيار، فاعرف ان هي بقت ايه؟ باب مفتوح على مصراعيه للانحراف. خدت بالك؟ لان برضو ايه؟ هيجي لك واحد يختار من اول صاحبه، خدت بالك؟ او يختار من اول قريبه، ما هو مفيش كرايتيريا بقى تقول ده اخده ولا ماخدوش، خدت بالك؟ فالكرايتيريا دي بقى بتحددها انت بناء على حاجات كتير جدا. خلاص، من اهمها طبعا نوع المشروع اللي انت شغال فيه ايه، خدت بالك؟ بتبتدي تحط شروط كده زي شروط القبول. خلاص، الراجل ده اقبله ولا ما اقبلوش؟ ده لسه انت لسه ما خدتش منه سعر ولا دخلت معاه في عقد ولا غيره، ده انت بس بتختار حاجه اسمها تاهيل. خلاص، بري كواليفيكيشن. تمام، بتعمل بري كواليفيكيشن للناس عشان تشوف مين اللي تاخده. وهذه المرحله ممكن تبقى مرحله بايه؟ بمستندات. خلاص، مش بس كده، مش بتروح تختار كده، لا، ده انت بتطرح زي الايه؟ الانفيتيشن تو بيد، بتعمل بري كواليفيكيشن وبتنزل بيها اعلانات، وناس بتحط لك مستنداتها وبتبتدي تعمل اناليسز عليها. تمام؟ وترتبهم بقى، مين البري كواليفايد اللي واخد اعلى نمره وهكذا، وبعدين تقول انا ده انا جاني 30، ال 30 كواليفايد، طب انا مش عايز ادعي ال 30 ان هم يشتغلوا المشروع ده، هدعي 10 بس، هدعي 20 بس، زي ما ايه حسب ما بيتراءى لكل ظروف ايه مشروع. يبقى في كرايتيريا بتختار على اساسها مين اللي تدعيه. خلاص، ليه؟ لان انت لو حصل ودعيت ناس غير كفء، طب ما خلاص الموضوع ممكن يرسي عليه.
تمام، يبقى هو القائم بالمشروع وهو لا يصلح. طيب ده قدنا لايه بقى؟ خلاص قال لك كتير من الناس بيقول لك انت اقل سعر يجي لك واعلى سعر يجي لك استبعدهم ما تشتغلش عليهم. طيب ايه بقى الحاجات اللي تحطها في حسابك كشف الهيئه بقى، يعني كشف الهيئه بتاع المقاول اللي جاي لك او مش جاي لك، ده انت لسه هتبعت له تقول له تعالى ادي لنا عرض سعر. خلاص قال لك تشوف الابروتش بتاعه بقى تكنيكال، الراجل ده اساسا شغال في ايه، وهل خد بقى حاجات هو يعني معروف في الاندستري بتاعته ولا لا، طيب والبيست براكتس بتاعته ايه. خلاص وتبتدي تشوف بقى تحط كرايتيريا على الانشورنس والسيرتيفيكيشن بتاعته، الاكويبمنت بتاعته، الاثكس. الاثكس دي مهمه جدا، اعطاءات الحكومه مش كده؟ لا دي كده، احنا اتعلمنا البري كواليفيكيشن من اعطاءات الحكومه. طيب الاكسبيرينس، الفاسيلتيز، الجرانتيز بتاعته، خلاص حقوق الملكيه. طيب بتدخل بقى معاك العامل بقى، لا مش بناخد اقل سعر يا باشمهندس اسمها، ما بناخدش اقل سعر. خلاص هنبقى ناخد، شوف ازاي بتتحسب اوزان بس بقى في كوندكت بروكيورمنت، دي هتبقى في الايه؟ في التنفيذ، لما نروح احنا كلنا في مرحله البلاننج دلوقتي. تمام؟ ما هو اقل سعر على اساس ان هم مؤهلين فنيا. تمام؟ السكيدول بقى والسكيورتي والكلام ده كله، ده كل ده بيدخل عندي. على فكره الموضوع ده ليه معادلات وكل حاجه ليها ويت وبيتحسب عليها الايه المراتب اللي بتصنف بيها الايه الناس اللي داخلين لك. احنا بناخد في اقل سعر في مصر برضو بس بيبقى متاهل فنيا، وده بحكم القانون ما ينفعش الراجل يبقى داخل وما تاخديش اقل سعر طالما وفى بالشروط الفنيه واشتراطات المشروع. طيب على فكرة برضو لازم نقول حاجة مهمة، انت في كراسة كده ممكن تنزلها للمقاول يملاها لك، خلاص بتبقى دي بتاعت الايه البري كواليفيكيشن، وبيملى الداتا بتاعته وتبتدي تعمل له البري كواليفيكيشن. تمام؟ احنا بقى هناخد شوية ترمز كده ممكن الناس تبقى عارفينهم، الناس عارفة الفرق بين بيد وبين بروبوزل؟ لا لا، المهم لا، البروبوزل البروبوزل خلاص انت الراجل السيلر اللي انت شغال اللي هيديلك، خلاص بيبقى القصه بتاعته انه راجع لك بفاليو ادد سوليوشن، خلاص ده فاليو ادد ابروتش. زي مين؟ زي الكونسلتنت. الكونسلتنت بيحط بيد ولا بيحط بروبوزل؟ بيحط بروبوزل. تمام؟ المقاول هو اللي بيحط ايه؟ بيد. واصله كده شويه؟ البيد كوميديتي، يعني البيد حاجه ملموسه بالنسبه لك. البروبوزل غالبا بيبقى الكونسلتنت فيز ايفورتس. الديزاينر، الكونسلتنت، الاشراف، كل ده بروبوزل. في بقى الفاظ تتوافق مع بعضها، زي انت النهارده راجل البيضه ده بتاعه، خلاص ده داخل ايه عن طريق تندر. الراجل اللي هو كونسلتنت او لك ايه الاسامي الدوكيومنتس بتاعت البروكيورمنت دي هتقابلنا قدام، ما تقلقش. في حاجه اسمها كول فور بيدز، وفي الكونتراكتور انيشال ريسبونس، انفيتيشن فور بيد، انفيتيشن فور كونتراكت، انفيتيشن فور نيجوشيشن، انفيتيشن فور ريسبونس، ريكويست فور انفورميشن، خلاص ريكويست فور بيدز، ريكويست فور بروبوزل، خلاص ريكويست فور كوتيشن، تندر نوتس. كل دول لما نروح في الكونداكت بروكيورمنت هتشوفوهم، خلاص هتلاقيهم بالتفصيل يعني.
طيب احنا قلنا الكونتراكت ستيتمنت اوف ورك خلاص من ايه؟ من اهم الدوكيومنتس بتاعتك. ليه؟ في البروكيورمنت. ليه؟ لانها بتحتوي على ايه بالظبط الموضوع، يعني كل تفاصيل الموضوع فيها خلاص. وهي دي اساس اللي انت بتعمل على اساسه الايه البروكيورمنت بتاعك. تمام. المسميات بس قد تبدو غريبة للزملاء. طيب الدوكيومنتس بتاعتك المفروض تبقى فليكسبل الى حد ما. تمام. طيب في البروكيورمنت دايما انت مرتبط بابروفال خلاص، في ابروفال بروسيس بتبقى شغاله معاك. طيب دايما بقى في الـ في الـ في الـ في الـ بتبقى فيك لازم تحط كل حاجه، الديدلاينز بتاعتك، المايلستونز، الريكويرمنت خلاص. طيب هنا احنا كده خلصنا الايه بلان بروكيورمنت خلاص. هنشوفها بقى كبروسيس ايه اللي كان بيحصل فيها. فاكرين قعدت عدت لكم يمكن 12 يا باشمهندس محمد عدلي، عليكم السلام وبركاته. تمام. طيب احنا اتكلمنا على التولز بتاعتها واتكلمنا على الانبوتس بتاعتها، شرحناها خلاص سريع كده اهو. طيب قلنا لاين والريكويرمنتس دوكيومنتيشن، التيمينج اجريمنت اظن كل اللي انا بقوله دلوقتي اتكلمنا عليه، ريسك ريجستر عارفينه، الريسك خلاص احنا قلنا عليهم ايه ان الريسك بتاعت الاحقاد، هختار انهي عقد، هغطي نفسي بالانشورنس ازاي خلاص. ودي شويه هنشوفها بالديتيلز في الـ في الريسك او في بلان ريسك يعني. طيب بقيه الاشياء الانبوت هذه العمليه، يعني ايه انبوت؟ الصوت كده كويس يا باشمهندس عشان صح انه كويس كده. طيب الانبوتس بتاعتك اكتيفيتي ريكويرمنتس الدول الاكتيفيتي كله ليه في البروكيرمنت. ايوه ما انت مش، فمن ضمن الحاجات اللي هتحطها في العقد الوقت قد ايه اللي هيجيب لك فيه المقاول، كل حاجه اكتيفيتي، ما انت لازم عارف الاكتيفيتي هتروح تجيبه من بره خلاص. الكوست بير سبيس لاين ايه الكوست لما كان هو مخطط، الانتر فاكتورز والاورجنايزيشنال بروسيس اسيتس، ان احنا قلنا ممكن ود عندك ليسون ليرند من مشاريع سابقه خدت بالك بتبتدي ايه تاخدها. التولز والتكنيكس اتكلمنا على ميك اور باي اسيتس اند واكسبرت جادجمنت، ده الناس الخبيره زي مدير المشروع او يعني كلكم المفروض مديرين مشاريع ان شاء الله بيحكموا على الموضوع. الثالثه كونتراكت تايبس خلاص انواع العقود، اتكلمنا على انواع العقود دي. طب كل دول لما ندخلهم خلاط البروسيس دي يخرجوا لنا ايه؟ هيخرجوا لنا بروكيورمنت مانجمنت بلان، بروكيورمنت ستيتمنت، هيخرجوا لنا بروكيورمنت ايه؟ دوكيومنتس، وعرفنا كل واحده فيهم ايه؟ هيخرجوا لنا ميك اور باي ديسيجنز، هيخرجوا لنا سورس سيلكشن كرايتيريا اللي اتكلمنا عليها اللي هي بتاعت البري كواليفيكيشن هنشوفها في كونداكت بروكيورمنت بالتفصيل. هيطلع لنا تشينج ريكويست لو في اي ايه تغييرات. احنا بكده احنا ظابطين محاضرتنا على ساعه، بكده نبقى خلصنا محاضره النهارده.